بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكون سنة سعيدة إن شاء الله في العام الجديد. كل عام وأنتم بخير. طبعا أنا بقول لكم كده يعني من كل قلبي، كل سنة وأنتم حضراتكم تكونوا طيبين وتكون سنة سعيدة إن شاء الله. أكيد كل واحد نفسه يحقق أهداف طبعا هو لسه ما حققهاش يمكن في العام الماضي، لأننا كلنا شفنا طبعا الحالة اللي كانت فيها البلد، يمكن من الوباء وكمان الحالة الاقتصادية وحاجات كتير جدا حصلت في احداث السنه الماضيه. ان شاء الله يا رب ما تتكررش السنه دي. فكنت حابه اقول لكم يا جماعه ان شاء الله لازم تستقبلوا العام الجديد بكل ان شاء الله يعني حماس، ويكون عندكم طبعا روح كده رياضيه، ويعني ان شاء الله تمر السنين على خير باذن الله. طبعا الانسان ما بيكونش طبعا سعيد كده بمجرد ان هو عايز يبقى سعيد فيبقى سعيد، لا أكيد طبعا بتقابلوا معوقات، بتقابلوا حاجات كتير جدا. طبعا إحنا يعني نحاول بقدر الإمكان نتخطاها. يعني لما تبص تلاقي كده كل إنسان عايز يكون سعيد، عايز يكون ناجح، عايز يكون متزن، عايز يكون عنده فلوس كفاية، يكون مرتاح ماديا من كل النواحي، يكون عنده عيلة. مش ده اللي احنا كلنا عايزينه؟ اكيد طبعا عايزين كل الحاجات دي. فطبعا علشان نكون عندنا كل الحاجات دي ويكون فعلا انسان سعيد ومرتاح ماديا ومتزن روحانيا كمان، لازم يكون طبعا وعندك عيلة وعندك اسرة، ناس بتحبهم وبيحبوك. طبعا الحاجات دي كلها احنا محتاجينها في طبعا في حياتنا. فعلشان كده احنا طبعا انا عايزه اقول لكم ان التخطيط طبعا للاهداف هي دي من العوامل اللي هي بتنجح اي انسان. يعني مش هتلاقي يعني عملوا احصائيه كده على في جامعه هارفرد في الجامعه الامريكيه، وجدوا ان هم 3% بس اللي هم بيكتبوا بيخططوا لحياتهم هم دول اللي نجحوا فعلا على مستوى العالم. يعني اللي بيمشي عشوائي كده ويقول لك انا اهو يعني ماشي بالبركه، وبص تلاقي كل يوم يجي يصدمه وتلاقيه ما حققش اي حاجه من اللي هو عايز يحققها. فلكن لما انت تجيبي كده يبقى عندك نوته وتكتبي مثلا اهدافك النهارده باذن الله انا اعمل كذا وكذا وكذا، حتى لو انت عملتي منها 10% فانت انجزتي. لكن اللي هو بيمشي عشوائي كده عمره ما هيحقق اي حاجه، ولا كمان هيتقدم اي خطوه للامام. يعني مثلا اللي عنده مثلا انا نويت مثلا احفظ القران مثلا السنه دي، فانا لو نظمت نفسي وكتبت كل يوم مثلا ايه اللي انا المفروض اعمله كل يوم، ده ممكن الواحد يبدأ يعني فعلا يحقق الهدف بتاعه. لكن لو انا ما كتبتش اي حاجة فكل يوم هتبص تلاقي اخرت عن اليوم اللي قبله واللي بعده وهكذا، وتبص تلاقي مفيش اي انجاز بالمرة. ده بقى على سبيل اي حاجة انت بتعملها، مش يعني مش شرط الحفظ بس، لا ده في حياتك كلها. يعني مفيش اي مشكلة ان الواحد يخطط لحياته، وطبعا المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. لكن التخطيط مفيهوش اي حاجة، بالعكس ده هو بيدي يعني طريقة عقلانية للتخطيط الصح، بيديك يعني استمرار. يعني حتى الاستمرار في الحياة، أي عمل أنت الواحد بتعمله لازم يكون فيه استمرارية، ما يكونش الواحد مثلا واقف على حاجة واحدة. مش لازم الواحد ياخد بالكمية، أنا ده هحفظ ده يعني هحفظ ده، لا أنت لو حتى قسمتيه على مدى الأسبوع هتبص تلاقي أنجزتي. فالتخطيط برضو يا جماعة بيدي طريقة عقلانية جدا. طبعا ما تنسوش احنا في عام مقبل ان شاء الله، طبعا لازم يكون في اهداف جديده وحياه جديده باذن الله، وما نقفش وما نستسلمش ليه. كمان احنا بنسمع كمان الناس اللي هي بتدي يعني اللي بيسلبوا منك لصوص الطاقه دولت، يعني ناس سلبيين جدا بيحاولوا يهبطوك، بيحاولوا يخلوك يعني انسان هم عايزينه يبقوا زيهم، فبيحاولوا يديكوا يعني يديك عزيمه ما يدكش عزيمه اصلا، يبقى عايزك تبقى زيه، عايزك تبقى فاسد زيه، عايزك تبقى يعني توصل للهبوط اللي هو فيه. فدي ناس محبطة فعلا بتخليك للورا، او في ناس بتبقى حقودة حسودة، فده والعياذ بالله بيدوك طاقة سلبية جدا. فده حاول تبعد عنهم بقدر ما تستطاع، لان طبعا الناس دي هي اللي بتوقف العمل وكمان بتديك هبوط في العمل. هتلاقي ناس ماشية في الدنيا هي مش عارفة عايزة تعمل ايه، ودي دايما بيكونوا يعني دولت من الناس الاكثر ناس بيشتكوا، هم مش عارفين عايزين يعملوا ايه.
وتلاقي صنف تاني كده عايز عارف هو عايز يعمل ايه لكن مش عارف يعملها ازاي، عارف هو عايز ايه بالظبط لكن مش لاقي حد يوجهه فيقول له انا عارف، يعني انا عارف انا عايز اعمل ايه لكن مش لاقي حد يوجهه، مش عارف. طيب في صنف تاني برضو هو عارف، هو عايز عارف هو يعمل ايه وعايز يعمل لكن مش عارف يعمل، ده تعبان اكتر من الاولاني لانه طبعا دول صنف من الناس اللي هم مش عارفين يعملوا اي حاجة، فهو فاهم هو يعني قدراته ازاي لكن مش عارف حد ياخد بايده ويوصله للحقيقة او يوصله لان يعينه ازاي. دي يمكن اكثر ناس تعبانة جدا في الحياة، لكن في ناس بتبقى برضو يعني مشكلتها ان هي كمان مش معتقدة في ذاتها، ما عندهمش اعتقاد في قدراتهم، ما عندهمش ازاي هم يوصلوا للنجاح، دول برضو ناس تعبانة جدا اكتر من الاولانيين. طبعا الناس دي موجودة في حياتنا كتير جدا، وتلاقي برضو في ناس عندهم احباط، الناس بقى اللي هم ما وراهمش غير اللوم يعني هبطوك دولت، فهم دولت يمكن اكثر ناس يعني حاول تبعد عنهم طبعا، لان دولت الناس دولت اللي بيكسروا اهدافك وبيخلوك ما بتبقاش عارف تعمل حاجة خالص، حتى لما بتعمل اي انتاج او بتعمل اي مصلحة او اي حاجة في شغلك او في عملك بتبص تلاقي الناس دي متصدران لك على طول، فدول حاول تبعد عنهم لان هم دولت اللي بيهزموا الطاقة اللي عندك. فالطاقة دي يعني سبحان الله يعني دي طبعا مش هتيجي الا اللي لازم تكتب اهدافك ولازم تكتب انت عايز تعمل ايه بالظبط، لان التخطيط ده مهم جدا يا جماعة والله، مش يعني انا بقول لكم على مستوى العالم كله 3% بس هم اللي بيحققوا اهدافهم علشان هم فعلا عرفوا ازاي يكتبوا التخطيط. يمكن انتوا حتى بتسمعوا عن الخطة الخمسية، الخطة مش عارف ايه، فده كل لو ما كتبوش الاهداف والخطط دي عمرهم ما هينجحوا ابدا ولا يوصلوا للنجاح طبعا. فدي أهم حاجة في النقطة اللي أنا عايزة أقولها لكم السنة دي. فطبعا خلي بالكم طبعا التخطيط مهم جدا في حياتنا، وطبعا كل حاجة أنتوا لازم تخلي بالكم منها، لأن طبعا إحنا في زمن يعني الحمد لله بفضل الله يعني الأمراض منتشرة كتير جدا، فيعني على قدر المستطاع الواحد يحذر ويأخذ بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، وما تخليش حاجة توقفك حتى لو معاك يعني بيقول لك الناس خلاص القيامة هتقوم، لو معاك بذرة ازرعها. فطبعا يعني دي حاجة بيدي ربنا سبحانه وتعالى، لكن الواحد بيعمل ويتوكل على الله، ويعني كل شيء بإيد الله سبحانه وتعالى، قدر الله ما شاء فعل، يعني كل حاجة إحنا مقدرة عند الله سبحانه وتعالى، فالواحد ما يشغلش باله، وأهم حاجة بس يخطط ويشتغل صح والباقي ده على ربنا سبحانه وتعالى. فما تخليش أي حد يهزمك ولا أي حد يكسر من عزيمتك ولا يوقفك، لكن ابدأ كده في عملك واشتغل ويتوكل على الله، وإن شاء الله تكون سنة جديدة عليكم بإذن الله. وده كان كلمتين بس كنت نفسي أقولهم لكم يعني، وكل سنة وأنتم طيبين، ويا رب يكون عام سعيد عليكم بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.